الفاتحة لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نحمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين اللهم أوث وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم كما صليناه وما سلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة بعد القبول منا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقرة عيننا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة وذرية الرفيع بعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته يا رب العالمين اللهم إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين المصنفين والصالحين ثم إلى حضرات ساداتنا البدريين والأحديين والخندقين وبقية صحابتهم وقرابتهم أجمعين اللهم إلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات الخلفاء الراشدين المهديين اللهم إلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع أقربائنا ولمن دفن هبالينا هذه القرية ولسائر أموات المسلمين مع القرى عامة اللهم إلى حضرات قطب الأقطاب غوث الأعظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة سلطان العارفين واللاشقين أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين چشتي الأزميري قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة قطب الزمان مولى الدبيلة سيد علوي المنبرمي قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة قطب الزبان سيد محمد الشريف المدني والله قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة قطب العالم سيد محمد بكر المدوري قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة شيخنا وقطبنا تاج العلماء سيد الرحمن البخاري الله قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة شيخنا أستاذ نور العلماء أمي عبد القادر عبد الله القادري قدس الله سره العزيز اللهم إلى حضرات سائر مشايخنا في طريقة سلسلة القادرية والرفاعية وتشتية وزهور وردية ودسوقية وشادلية والبرهانية وسائر تراقي مشايخ في الحقيات الجلال والإكرام اللهم إلى حضرات أولياء الله تعالى مشارق الأضلاع مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى يما ميتا كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلنا على فضلهم وكرامتنا على كراماتهم وعلي درجاتهم في الجنة وأمدنا بمدد محمنا بحمايتهم عف الله علينا من فيضاتهم وانصرنا من نصرتهم يا خير الناصرين اللهم إنا نسألك بحق سيدنا تاج العلماء أن تحصل كل مرادنا ومراد والدينا ومراد أساتذنا ومراد أزواجنا ومراد أولادنا ومراد أحبابنا ومراد شركائنا ومراد من نبينا ومراد من وصانا يا محصل المرادات
أن تقضي حوائجنا وحوائج والدينا وحوائج أساتذنا وحوائج أزواجنا وحوائج أولادنا وحوائج أحبابنا وحوائج شركائنا وحوائج حضر منا وحوائج من نبينا وحوائج من نوصانا يا قاضي الحاجات أن تشفي أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض والدينا وأمراض أساتذنا وأمراض أزواجنا وأمراض أولادنا وأمراض أحبابنا وأمراض شركائنا وأمراض حضر منا وأمراض من نبينا وأمراض من نوصانا يا شافي الأمراض أمراض الظاهرية والباطنية الجسمانية الروحانية شفاء تاما لا يغادر سقما ولا علما أن تبارك لنا في كل حركاتنا وسكناتنا وتعلمنا وتعليمنا وفي سائر معاملاتنا وفي مجلسنا هذا وفي اجتماعنا هذا وفي عروسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم سلمنا وسلم أهالينا بنافات الدنيا مصيباتها وضيق عيشها فتناتها وعذاب الآخرة اللهم ربي وفقنا لخدمة دينك الإسلام للطريقة أهل السنة والجماعة يا رب العالمين اللهم طول أعمارنا وعمار والدينا وعمار أساتذنا وعمار أزواجنا وعمار أولادنا وعمار من نبينا وعمار من أوصانا وعمار علماء أهل السنة وعمار من نبينا وعمار من أوصانا مع طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا وعلى والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا.